السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات المتتبعين قناة كريم الكسري. مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو. الإخوان والأخوات جيت نتقاسم معكم بعض الأخبار المفرحة، الأخبار اللي هي خايبة راه طبنا بها والله يحد الباس، ورحنا عيينا وطبنا يوميا نفس الأخبار يوميا، كل شيء كيخلع الله يستر. المهم في هذا الفيديو الإخوان والأخوات جيت نتقاسم معكم كما قلت لكم بعض الأخبار اللي كتفرح اللي عندها علاقة بالكرا. الناس اللي كانوا كيسولوا على الموضوع ديال الكرا وكانوا هزين الهم، كما كتعرفوا بان الدوله مباشره ملي دخلنا في هذه الازمه في هذا المشكل هذا المرض هذا، مباشره الدوله الناس اللي كيخلصوا الايبوتيكا اللي كيخلصوا الديور عن طريق البنكة حبست الخلاص، يعني عطاتهم هذه الفرصه هذه انهم حتى دوز هذه الازمه وديك الخلاص اللي كيخلصوا يتاجلوا حتى من بعد حتى الفينال ديال الايبوتيكا. الناس ديال الكرا ما كانوش يهضروا عليهم، وكان هذا مشكل والناس بقى فيهم الحال بزاف، كلشي كيقول لك وحنا ما عليناش الله، حتى حنا رحنا وقفنا، حتى حنا رحنا خصنا نعرفوا شنو كاين. فاهم الاجراءات اللي دارت يعني استاورا لحد الساعه غادي نقولها لكم في هذا الفيديو الاخوان، شي حاجه كتفرح يعني بالنسبه للناس اللي كاريين، ماشي كلشي ولكن غادي نقول لكم الشركات اللي سمحت على ان الناس اللي ما يخلصوش كرا. فبالنسبه لمدريد، الناس اللي كيسكنوا في مدريد، الشركه اللي اي ام اي او بي اس اللي كتعني لا امبريسا مونيسيبال دي لا بيبينداس اي سويلو دي لايونتامينتو دي مدريد، هاد الشركه هذه اللي تابعه لمدريد اللي عندها اكثر من 60000 بيبيندا في مدريد، هاد الشركه هذه اللي هي اي ام اي او بي اس سمحت مباشره للناس اللي كيخلصوا الكرا عفاتهم من الكرا، يعني دارت لهم الاعفاء من الكرا بصفه نهائيه حتى 30 خونيو، يعني عطاتهم هذه الفرصه حتى 30 خونيو، يعني الا بقات الاسباب بحال هكا حتى 30 خونيو ومقابله للتمديد، يعني حتى 30 خونيو ما تخلص مع هذه الشركه هذه التاليه. اكثر من 60000 بيبيندا اللي كاينه في مدريد هاد الناس هادو تعفاو من الكرا، يعني الا كنت انت ولا انت كتفرج فيا وعندك يعني كاري مع هاد الشركه هادي فانت راه معفي راه حتى 30 خونيو وممكن قبل التمديد الا بقات الازمه غادي لهاد الحاله هادي. كاينه شركه واحده اخرى اللي هي سميتها لا زورا، لا زورا حتى هي عفات الناس اللي كيكريو عندها بصفه نهائيه، كاع الناس اللي كيكريو عند هاد الشركه هادي فهي دارت لهم اعفاء من الخلاص ديال الكرا حتى لنهايه ديال هاد الازمه هادي فوقاش ما تسالت. هادي هي الشركه الثانيه. والشركه الثالثه اللي هي بيلدين سنتر، هذا البيلدين سنتر اللي هي تبع لاكايشا، الناس كيعرفوا لاكايشا ما كيعرفوش بيلدين سنتر، ملي كتقول له بيسو كاري على البانكو كيقول لك لاكايشا. المهم هي شركه بيلدين سنتر اللي هي تابعه لاكايشا اللي بزاف الناس كارين على هذه الشركه هذه، فاي واحد كيف ما بغى يكون فيما كيتواجد كيكري على لاكايشا على بيلدين سنتر فهاد الناس هادو تعفوا من الكرا بصفه نهائيه حتى تسال الازمه، يعني فوقاش ما تسالات والدنا بشهرين او 3 شهور او 4 شهور. لافونتاج اللي عند هاد الناس هادو انه الاعفاء في هاد الحاله ديال الكرا، الحاجه اللي مزيانه هو الاعفاء من الكرا، ومنين غادي تدوز هاد المده هادي وتسال هاد الوقت هذا هاد الازمه تدوز ان شاء الله، وكنتمنوا تدوز في اقرب الاجل، حنا ما كيهمناش الخلاص الكرا ولا ماشي الخلاص، حنا كيهمنا الازمه انها تفوت بسلام واقل الاضرار على الاقل باش الانسان يسترجع القوه ديالو، لان حنا نفسيا من حاطين اكثر من حوايج اخرين، يعني دابا هذا المشكل هذا الانسيرو ينكاسا وشد عليك في الدار كيطيحك نفسيا اكثر من حوايج اخرى، اكثر من ماديا، ماديا دابا الناس كلها كيقول لك اجمون فو انايا مصاب غير الصحه، كلشي كيقول لك مصاب غير الصحه الله ينعلبوا الفلوس والكرا ولا البوتيكا ولا اللي كان، المهم مصاب غير الصحه غير الانسان ما تجيش في الدقه ويفوت هادشي بسلام وديك الساعه تيكون خير. المهم هما الناس هادو ابناك هادو شركات دارت واحد كما كنقولوا واحد الخطوه من جهه ديالهم همايا، يعني كمساعده وكمسانده للناس المتضررين بصفه عامه، انا من الناحيه ديالي كنشوفها مزيانه. فغادي يسولوا الناس كيقول لك دابا هاد الشركه عفات الناس من الكرا، واش عفات يعني عفات الناس كاملين بصفه عامه؟ عفات الناس كاملين اللي وقفوا من الخدمه، اي واحد وقف من الخدمه سواء سالته الكونتراتو او لا مشى الار تي اي، يعني صيفطاتو الشركه اللي كتسمى هي ديك اللي التوقيف تيمبورال، الناس كتسوق شنو هي الار تي اي، هي ديك ليكسبيدينتي ديال تيمبورال، يعني الشركه كتوقفك مؤقتا بلا من بعد دوز الازمه وترجع. الناس اللي تسالت لهم كونطرا وقفوا، الناس اللي ما خدامش بصفه نهائيه، الناس اللي مشاو للار تي اي، هاد الناس هادو كاملين اللي كارين على هاد الشركات اللي هضرنا على هاد الافناك اللي هضرنا كاملين كيتعفاو من الكرا طيله هاد المده هادي، يعني كيتعفاو هاد الشهور كاملين سواء شهرين او 3 شهور او 4 شهور. حنا كنقول الله يحد الباس والله يكمل هادشي هذا ويسالي هادشي هذا كامل، هذا هو الهم ديالنا حنايا، ولكن ما حدو هادشي هذا باقي كاين، هذا المرض باقي كاين. فهاد الشركات هادو مباشره كتعفي هاد الناس من الكرا بصفه نهائيه وما غادي يخلصوا حتى ريال. اللي كاينه مزيان والافونتاج اللي كاينه في هذا الخبر هذا هو ان الاعفاء ديال الكرا ماشي بحال الايبوتيكا. الايبوتيكا الاخوان كما الناس ديال الكرا تقلقوا، الايبوتيكا عطاوهم مثلا توقيف الايبوتيكا،
توقيف انت وقفتي من الخدمه وما عندكش يعني واحد الدخل، وما عندكش يعني ما قدرش انك تخلص ليبوتيكا، فالدوله مباشره يعني كتحدد مع الباقه ان يوقف ليبوتيكا، ومني غادي الازمه لنفرض ان البوتيكا ديك على 20 سنه، فاش غادي تسالي ديك 20 سنه؟ هاد الشهور هادو اللي تجمعوا لك غتخلصهم في اخر المطاف، يعني غتخلصهم ماشي ما تخلصهم في البوتيكا، غادي تخلصهم غير هو ما تخلصهم دابا، غادي اجلهم لك حتى الفينال ديال الايبوتيكا، سواء كانت عندك 10 سنين او 20 سنه او شحال ما كان عندك يعني توقيف الايبوتيكا. هذا هو اللي كاين، يعني اعفاء بالنسبه للايبوتيكا غير التوقيف وكيتاجل. بالنسبه للكرا وهاد هاد الشركات هادو اللي داروا هاد الايطاب هادي هاد الخطوه، يعني هذا اعفاء دابا مؤقت، ولكن من بعد الناس غادي تبدا تخلص، من بعد ما تدوز الازمه وتسال هادشي كامل وغيبداو نخلصو نورمال، غنبداو نخلصو ابارتير الشهور العاديين، يعني الشهور اللي فاتوا ما غاديش نخلصوهم. هذيك كيتسمى اعفاء، يعني بحال اللي زعما يعني بحال ريغالو صافي، يعني كيشوفوا من الحاله ديال هاد الناس هادو والمشاكل اللي كتوقع وهاد الامراض. فهي البيسي بريسيدنتا ديال مدريد هي اللي نطقت، عفوا البيسي بريسي بيسي الكالديسا، عفوا البيسي الكالديسا اللي النائبه ديال الكالديسا، النائبه ديال القائده ديال مدريد كما كنقولوا، هي اللي قالت هذا الكلام هذا، وقالت ما حدو ان الازمه باقا كاينه ديال هذا المر، فالشركه ديالنا ما غتخلص حتى ريال حتى يدوز بسلامه. هادشي هذا هو حاليا حدو في 30 خونيو، ولكن ممكن يتمدد اكثر، اللي حنا ما كنتمناوش اصلا. حنا كنتمناو من يكون انا ب 30 خونيو نكون سمعنا خبر زوينه وارتاحينا مع الدماغ ديالنا ورجعت ديك الحاله النفسيه اللي نورمال. دابا حنايا باخرنا راه صراحه في اسبانيا متازمين نفسيا بزاف، لان كيفاش دابا حنايا دابا 15 يوم حنا مسدودين علينا في الدار، والحكومه زادت 15 يوم اخرى، ومحتمل و100% ملي غتسال 15 يوم الثانيه غيزيدونا 15 يوم اخرى، والله اعلم واش غتكون كافيه ولا لا. والوضع كيزيد في تازم، يعني بنادم مسد عليه في الدار، ما خدام ما ردام، ما نقولوا مثلا ما خدام ما ردام، ملي غادي يحلوا هذا المشكل ديال البارو، ملي غادي تجي ديك الفيرمه ديال الديجيتال الكومونيتات كاملين، يقدر الانسان غادي يقدر يفك المشكل ويتخلص واخا انه في الدار. واخا انا سمعت بني بعض الكومونيتات الا ما خفت نكذب وقيله في الا ما خفت نكذب وقيله في كاناريس، الناس اللي صيفطتهم لامبريسا اللي ريتي اي ديك اللي وقفتهم، يعني الناس اللي كانوا خادمين في اوتيلات والكاميريروس والريستورانتي بصفه عامه، السياحه بصفه عامه، اي دومين السياحه حتى في المجال السياحي ديال داك اللي كيكون مرشدين وداك الشيء كامل، هادو الناس كاملين الشركات ديالهم تكلفات بهم وصيفطتهم للبارو مباشره، يعني الترامتي كامل دارتو الشركات كاملين دارتو مباشره، يعني الخدام ما دار والو مؤقتا حتى تدوز الازمه. حنايا هنايا بالنسبه لينا حنايا ما قيل ما كاين والو، باقي ما سمعنا حتى شي حاجه، باقي ما كاين حتى شي جديد. انا عارف الناس هذا المشكل هذا كيسولوا فيه بزاف، ولكن باقي ما كاين حتى شي جديد الاخوان. ملي غادي يكون شي جديد غنوفيكم بهم، حنا الولاء، راه حنا الولاء اللي كنوفيكم بهذه الاخبار هذه، ما كاينش شي واحد اخر. حنا كتعرف انا ولا ينبرا ولا حسن ينفو ولا ابو رزان ابو مريم، حنا كنوفيكم بالاخبار ملي كتخرج هي الاولى كنسبقكم لكم، وكما قلت لكم انا واحد منكم، حتى انا كنتسنى باش يتفك هذا المشكل ديال الفيرما دي خيطال، باش حتى انا ندفع عاوتاني البارو ديالي اللي انا مازال ما دفعته، انا وقفوني من الخدمه ولكن مازال ما دفعت والو، يعني بحالي بحالكم الاخوان. هذا الشيء اللي كاين، منين غادي يتفك هذا المشكل هذا غادي نفكوه كاملين بينا ان شاء الله كاملين. فبالنسبه انا الاخبار اللي قلتها كامله وهاد الشركات اللي هضرت عليهم، حيت دابا كاين الناس اللي كيبقاو يكذبوا الخبر، انا دائما ملي كنجيب الخبر وكنهضر عليه ما كنهضرش عليه ونسالي وكنقول السلام عليكم اديوس، لا انا دائما مولف كنخلي الرابط ديال الخبر، انا الرابط ديال الخبر الاخبار كامله اللي قلتها غادي نخليكم في الديسكريبسيون وفي اول تعليق، نخليها في اول تعليق حسن، حيت الناس دابا ملي ما كتعرفش شنو هي الديسكريبسيون صندوق الوصف، اول تعليق ديالي كنخلي دائما نخليكم الروابط كامله ديال الخبر، دخلوا وقراو وسمعوا وشوفوا كل شيء بعينكم وتاكدوا من صحه هذا الخبر. بالنسبه للنائب الرئيس بابلو غليسياس وداكشي، هما كيدرسوا هذه القضيه هذه، هذا الموضوع ديال الكره اللي داير مشكل هنا في اسبانيا، كيفاش واش غادي تعمم على الشركات كاملين ولا غادي يبقى فقط مقتصر على هادشي اللي قلنا الناس خدامين، ومني غادي تكون شي خبر جديده على واش، حيت هما دابا المشكل كاينه شركات وكاينه بارتيكولار، يعني هما خصهم دابا كيقول بارتيكولار حتى هو راه مواطن حتى هو يقدر يتضرر، فخصنا نعرفوا نفرقوا ما بين مواطن اللي كاري لك وبين شركه كاريه لك. فهادشي هو اللي كيتدرس في الجوبرنو، والناس خدامين قدم وساق، اي حاجه جديده في هذا الموضوع هذا غادي تلقاوها ان شاء الله في هذه القناه هذه ولا في القنوات اللي كتعرفها بالمصداقيه وفي الاخبار الجديده اللي كتسير هنا في اسبانيا. بالنسبه لي انا الاخوان هذا هو الخبر اللي بغيت نتقاسم معكم، كنشكركم بزاف على المشاهده على الدعم المتواصل على اللايك ديالكم، انا كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا الا قديتو، ما قديتوش تبارطاجيو ماشي مشكل، المهم انا فيدتكم. انا واحد النقطه، انا كنت قلت بان نبقى ندير لايفات، ولكن كنشوف الاصدقاء ديالي كيديروا اللايفات
وفيها مشاكل. انت كتجيب واحد الموضوع كتبغي تعطي الناس، كيبقاو يقول لك واحد كيبقى يهرسك، كيبقى يقول لك شي حاجه مشيه عليك، ولا يكذبك، ولا كيبقى يخطي فيك، ولا كيسبك، كيهرس لك ذاك الخبر اللي انت باغي تقدمه. فانا فضلت انا سيجي بحال هكا كنعطي فيديوهات بهذه الطريقه هذه بلا ما ندير لايف، باش الناس المعلومه عندي ها هي بام بام كنحطها كتستافد منها مباشره بلا ما يبقى يهرسني شي واحد، ولا نبقى متبع الهضره ديال شي واحد اخر. ولا هذا الشيء اللي كاين الاخوان. الفيديو ديال اليوم تسالى، شكرا على المشاهده، الى اللقاء، حتى الفيديو القادم، السلام عليكم.